رغم ان الساعه 4 الفجر، بس ما اقدرش انام من غير ما اسمع رضا عبد العال قريب بصراحه. يعني بصراحه قبل ما احط دماغي كده على المخده، لا ده انا ناسي حاجه مهمه. رضا عبد العال قال على الماتش بتاع مصر والجزائر، لا لا نخش عنده نشوف عم رضا قال ايه. دخلت على عم رضا وكتبت رضا عبد العال، ايه رضا عبد العال منزل فيديو منك لله يا كروش، ضيعت مننا فوز سهل. فوز سهل؟ انت بتتكلم بجد عم رضا؟ لا تعالى نشوف انت بتقول ايه في الفيديو ده. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا اول ما الحكم مصفر كلنا غصنا ايدنا وش وظهر ان الماتش عدى على خير 1-1، وصاعدين فرق انذارات وفرحانين، مفيش اي مشكله. عظيم من قلبي والله، من قلبي انا بعد ما شفت من قلبك يا عم رضا. الجزائري اللي ما شفتوش الماتشين اللي فاتوا دول خالص، لما اتفرجت عليه النهارده اتصدمت بصراحه، اتصدمت. ده اللي هو ما ينفعش يقول كلمه حلوه في حق منتخب مصر، لو ما ينفعش يقول كارلوس كروش عمل ماتش كويس، ما ينفعش يقول مصر عملت ماتش حلو. لا المشكله في الخصم اكيد، يعني المشكله في الخصم، المشكله ان احنا ما كناش حلوين، لا الخصم هو اللي كان وحش. كمل يا عمر ده كمل. لاحظ يا عم رضا انك بتخبط كده، يا عم رضا لاحظ كده، يا عم رضا انك بتخبط. لا انت قلت ايه؟ هتغلب سكور وهطلع اخبط في كروتش ايه؟ فربنا كسفك من هنا، يمكن انت اللي نحست الجزائريين، والله وارد. بعد 10 دقايق وتحديدا بعد نزول مصطفى فتحي فوجئت ان الفرقه عاديه جدا. يا سلام، يعني مصطفى اول ما نزل قال لا ده الواد مصطفى هو اللي هيكسبنا النهارده. اخ عم رضا محافظ على الكود. كيف هو الشمس فر؟ يا عم رضا على نكتك. لعيبه دوليه وواخده الثقه وكانت خايفه ومرعوبه، ماشي خافوا وترعب، بس يمكن خافوا وترعبوا عشان هو اول مره يعني يلعبوا في ملعب فيه 40,000، لان اللعيبه دي اساسا بتلعب هنا في مصر وسط 2 أو 3 قاعدين في المدرج. فانت بتتكلم على لعيبه نزلت ملعب لقت ان هو استاد الجنوب مليان 40,000 مشجع، دي حاجه جديده عليهم لانهم ما اتعودوش على كده خالص، فطبيعي ان هم اتخضوا. غير ان هم بيلعبوا خصم كوره. عشان هم جودتهم اعلى منك، هم جودتهم اعلى منك، فانت ده بيحط عليك ضغط زياده على ضغط الجمهور. مستوى قدام، ولكن بالشكل ده صعب طبعا. كروش طبعا عامل حاجات عجيبه ومريبه في عمي الحاجي. انت يعني انت عايز ايه من كروش بالظبط؟ يعني ماشي كلنا قلنا ان محمد شريف ليه طرف وليه بتلعب مروان حمدي، بس راجل عامل نتيجه ايجابيه، هتطلع تقول في ايه؟ لا ايمن اشرف في نص الملعب بقى، ما اقول بص يا عم رضا، هو لو حد بيتكلم في كوره بما يرضي الله هنقول له موضوع ايمن اشرف ده ان هو بيلعب علشان خاطر يغطي مع احمد فتوح، واللي يغطي الناحيه الثانيه يكون حمدي فتحي وعمرو السولية. بس انت عم رضا كده كده مش طايق كارلوس كيروش تقريبا، كده كارلوس كيروش خد منك اداره المنتخب اللي انت كنت هتمسكها، مش فاهم الراجل ده عايز ايه بالظبط. كمل عم رضا. هو جلد ذات، لازم الواحد يجلد ذاته قبل ما ينام ويتفرج على عبد العال، لازم. فين الكرة اللي انت مسكتها لما مصطفى فتحي نزل؟ انا عارف انك محافظ على الكود ان انت بتطبل اي حد لاعب في الزمالك واي حد موجود في الزمالك في المنتخب، بس انت كده بتشتغل الناس، لان مصطفى لما نزل كان تايه زي اللي تايهين. مروان ده برضه لسه نفس المشكلة الشخصية ما بينه وبين مروان ده. كمل 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 كمل. هو ده نقد ولا تحليل الماتش، ولا انت كان نفسك تكون مكانه في الموقف ده؟ كان الشكل هيختلف تماما يعني، وهتمسك كوره وهتكسب وهتروح للجون ويبقى تمسك كوره وتكسب وتروح للجون. ايه انت بتتكلم كان احمد سيد زيزو ومصطفى فتحي دول هيحرروا عكه وهم الاثنين اللي هينزلوا هيعدوا وهيعملوا؟ انت بتتكلم على لعيبه كلنا عارفين امكانياتها عامله ازاي، فبطل ام الهري الكتير ده.
حاسسني ان اللعيبه دي لو موجودين جوه الملعب كنا رحنا وهاتها من هنا يا ريس مبوحي وهاتها من هنا. ايه يا عم في ما تبطلها افوار كلها لعيبه عاديه جدا وانتوا عاطينا حجم اكبر من حجمها بكتير لدرجه غير طبيعيه، خليتونا نحس ان احنا معانا منتخب يروح ياخد افريقيا مرتاح ويروح يوصل كاس عالم مرتاح واحنا معانا لعيبه تعبانين اساسا، والتعادل مع الجزائر النهارده مكسب ليك. كوتش كبير غصب عنك وعن كل الناس اللي بتسمع كلامك وعن كل الناس اللي بتصدقك. كنت الناس فرحانه وانا فاهم مش عارف فرق صوت. كنت بلعب بتلات ديفندرات، ده انت مرعوب يا راجل، ده انت قلبك ولا راح بيلعب واحده من اكبر الفرق في القاره بتاعتك لازم يبقى مرعوب. بقفل ليه؟ ده انت كنت بتلعب في الدرجه الثانيه وتبقى تصوت على الخط. طب انت عبقري يا كابتن رضا، هو مش عبقري، انت بتعرف الفرق من اول ربع ساعة، هو ما بيعرفش. لازم اطلع في المباراة عشان ما يقولكش ان احنا اول بالكروت اللي هي الصفراء والحمراء اللي هي التردد، لا احنا عايزين نبقى اول بجدارة بمكسب. ما هو مكسب ايه؟ مكسب ايه؟ المستوى بتاع لعيبتك قليل. هما المنتخب الجزائري الجودة بتاعتهم أعلى منك بكتير، كفريق منظم حتى لو متجمعين قبل البطولة بأسبوع. كفريق عنده شخصية، أنت ما عندك شخصية، أنت عندك رهبة وعندك خوف وعندك مدرب لسه جديد وعندك فريق لسه بيحاول يرجع الثقة، فأنت بعيد جدا 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 عن إنك تاخد أول عن جدارة واستحقاق. تاخد العلامة الكاملة عشان تدي رسالة للفرق اللي بعد كده. يا عم رضا أنت وشوبير بنقول لكم نفس الجملة، إحنا مش رايحين ناخد بطولة، إحنا رايحين نرجع الثقة، ولو البطولة خدناها بتوفيق من ربنا دي حاجه خير وبركه، واحنا مش رايحين ناخد بطوله، احنا رايحين نرجع الثقه، وده اللي الاخوه الجزائريين مش فاهمينه. الاخوه الجزائريين بعد الفيديو بتاع ماتش مصر كانوا يقول لك والله انتوا فرحانين ومبهورين جدا ان انتوا اتعادلتوا معانا، احنا للدرجه دي بنخوف، احنا للدرجه دي مرعبين. بص انت منتخب كبير ومنتخب قوي على عيني وعلى راسي وبعترف لك بيها قبل الجزائريين اللي بيعترفوا بيها، بس انا مش رايح خايف، انا منتخبي بعيد على عن الساحه بقاله فتره طويله جدا، نسينا حوار التجمعات، نسينا حوار المنتخب، نسينا حوار الانتماء للمنتخب، نسينا حاجات كتير جدا، فاحنا بنحاول نرجع. يعني احنا مش رايحين ناخد بطوله، احنا بنحاول نرجع ثقه، بنحاول نرجع منتخب مصر يكون موجود على الساحه تاني، المحاولات ده تحتاج وقت، فاللي زي رضا عبد العال ده هو اللي ما بيخليش وقت لاي حد بيحاول يشتغل مع منتخب مصر، عشان كده انا عندي مشاكل دايما مع اي حاجه بيقولها رضا، لانه للاسف الشديد مؤثر في عقليات كتير جدا هنا في مصر، لان احنا هنا في مصر مش عايشين في كره قدم حديثه، لا احنا عايشين في كره قدم في البلاله. لا مش اقوى في البطوله، كل الناس عارفه ان انا مش اقوى في البطوله، هنشتغل هم ونشتغل نفسنا. انا اقوى في البطوله انا ما شفتش المغرب. طب امال بتهبد ليه؟ طب ما انت ما شفتش المغرب بتهبد وتقول ان احنا اقوى في البطوله ليه؟ بتهبد ليه؟ ما شفتش طالما انت ما بتشوفش حد، ما انت زيك زي كتير من المغلطين حوالين نفسهم وفي الاخر يقول لك ايه؟ احنا الاقوى، احنا التاريخ، احنا الحضاره، احنا انت منغلط ما بتتفرجش على حد، يبقى انت بتقول ان انت افضل بناء على ايه؟ هنا تايم اوت. فرقه الجزائر الناس كلها خايفه منها ومرعوبه منها هو الفريق الاول بتاع كابتن جمال بالماضي، انما الفريق الثاني ده فريق ثاني. لو انت عارف عن رضا او حد حكى لك كده من بعيد ان الجزائر والمغرب جايين من منتخباتهم الثانيه، انا عارف ان محدش حكى لك لان انت اساسا طالع حافظ كلمتين وبتهجصهم على الناس او بترتجي كلمتين وبتهجصهم على الناس، بس حد يقول لك ان دول الفرق الثانيه بتاع الجزائر والمغرب عشان محدش يضحك عليك كتير. هو ده بقى اللي انا بكرهه، انك دايما تصدق للمصريين ان احنا احسن حاجه في كل حاجه، وده مش حقيقي، لان احنا خلاص نزلنا تحت البلاط. لازم يبقى عندي يقين ان انا رايح البطوله دي عشان نحاول بقى نطلع من تحت البلاط، بس زي اللي رضا دول بيحاولوا يرجعونا تاني. لا المشكله عندك انت، في ادارتك انت، في تشكيلك انت، في اختياراتك انت، في تغييرك انت. ف يعني مبروك لمصر ان شاء الله الماتش اللي جاي نقول بقى مبروك بجد اداء ونتيجه، وان انت ترجع لصوابك بقى، انت المفروض تكون عرفت اللعيبه وعرفت الفرقه وعرفت. يا عم واحد رايح يجرب، واحد سيبه يجرب زي ما هو عايز. احنا حسابنا مع كروش فين؟ في كاس الامم الافريقيه وفي تصفيات كاس العالم، البطوله العربيه دي احنا رايحين بنجرب، احنا رايحين بنجرب. مين اللي تقيل ومين اللي خفيف ومين
علشان هو عنده مشكله مع مروان حمدي. مروان حمدي رضا عبد الله عنده مشكله مع مروان حمدي، فبيحاول يلبس كروش في المشكله مع جمهور الاهلي بسبب محمد شريف. شوفوا من الصايع بيلفها ازاي. السبب فيه لما ترتب عليه واحد زي الراجل التاني ده احمد رفعت بعد الجون الاعلامي اللي جابه ده ما يقعدش. فانا بقول عيد ثباتك تاني وركز مع الفرقه عشان ده هيبقى تاريخ ليك، عشان نطمع كمان في البطوله الافريقيه. تاريخ ليك ايه؟ هياخد كاس العرب؟ بقول لك الراجل كان واقف ورا السير اكس فيكس وانت تقول لي جاي ياخد تاريخ في البطوله العربيه؟ انت ما تفرجش يا عم رضا، ما تفرجش. عشان تطمنا كمان ان احنا نروح كاس عالم. بس كفايه جلد للزيت كده، كفايه الحمد لله. هو خلص الفيديو اساسا، بس انا بس كفايه جلد للزيت كده عشان الواحد بيتعب والله من الامثله اللي زي كابتن رضا عبد العال اللي هم لسه بيحسوك ان احنا بسم الله ما شاء الله يعني اسياد القاره. لا يا باشا احنا مش اسياد القاره، احنا تحت يعني، احنا نزلنا كده زي التراك بتاع ملوك المدينه، هم كانوا ملوك العجينه يا باشا. احنا مش اسياد قاره، احنا اساسا بقينا من مسح القاره يا باشا. يعني بتتكلم على اسياد قاره من اي طريق؟ مش ناقص خانقه يا عم رضا، تعبتونا وقرفتونا والله العظيم من كتر اللي احنا بنسمعه ده. يعني ماتش قدمناه كويس مش عاجب، ماتشات بنقدمها سيئه مش عاجب، ده بيلعب مش عاجب. حسبي الله ونعم الوكيل فيك والله، والله حسبي الله ونعم الوكيل. ما هو الواحد بيكره الكوره في مصر ليه؟ عشان انت وامثالك. بس الاخر ارجع اقول انا بجيب نفسي، انا بطلع اتفرج في الاخر. ما بجيبش مشاهدات على فكره عشان ما تقولش ان انا بطلع ورا رضا. وبعدين انا لو هطلع ما اطلع ورا حد عدل، مش هطلع ورا رضا يعني، مش ناقصك ان انا ايه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو انت لسه مجنون فاعمل سبسكرايب او ديسلايك براحتك.